بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إن شاء الله اليوم راح نفوت بآخر موضوع بهاي الوحدة، وهنا على آخر اقترانين. أول اقتران عندنا، طب قبل ما نبلش، لو عندك f في الإكس تساوي إكس تربيع، هسا الأساس هو عبارة عن متغير، الأس هو عبارة عن ثابت، ماشي، هون كونستنت هون فاريبل متغير يعني. هسا لو كان عندي f في الإكس يساوي 2 قوى إكس، اللي بنلاحظه إنه صار الأساس الثابت والمتغير هو الأس، وبالتالي هذا اس هذا له اسم جديد اسمه إكسبوننشال، إكسبوننشال فانكشن، الاقتران الأسي. اقتران الأسي، طيب شو ميزة الاقتران الأسي؟ بقول لك الاقتران الأسي مثلا بتجيب أي عدد ثابت بالمقام، وبالتالي f في الإكس يساوي مثل ما قلنا مثلا 2 قوى إكس، سالب 1 قوى إكس، 4 قوى إكس، A قوى إكس، بما أنه A ثابت مثلا، قيمة مجهولة بس ثابتة. طيب هسه بقول لك شو دومين هذا الاقتران؟ طبعا دومين زي مثلا دومين الاقترانات الدائرية معروف. طبعا دومين f في الإكس بهاي الحالة مثلا أي واحد منهن هو الدومين، ها الدومين هو R، تقدر تعوض أي رقم بالاقتران هذا، ولكن بإشي اسمه عندنا جديد اسمه الرينج. الرينج معنى رينج المدى، يعني أنت يوم تعوض أي قيمة بهذا الاقتران راح تعطيك هاي الأرقام. الأرقام شو هي؟ الأرقام الموجبة بس، الريال بلس أو ريال بلس، يعني الأعداد الحقيقية أو الأعداد الصحيحة الموجبة بس. أوكي مثلا يعني أنت قادر تعوض مثلا 2 قوى إكس، الإكس توم قادر تعوضها مثلا سالب 100 وقادر تعوض 100، قادر تعوض السالب 1 والواحد، سالب A والA مثلا أو البي وهون سالب B، يعني أي شيء، ولكن راح تطلع عندك القيم هي بس القيم الموجبة. طيب شو هسا عندنا؟ هسا يوم تقول لي تناخذ نفس المثال، خلينا على 2 قوى إكس، طب هسا F الإكس يساوي، طب هسا الاقتران الأسي، هسا هون هذا الاقتران الصفة مثلا، هذا الاقتران الأسي، شو الأس؟ الأس هو عبارة عن إكس، إكس نفسه شو كان؟ بولينوميال، أوكي؟ الإكس بولينوميال صح؟ طيب هسا لو كان عندك F في الإكس يساوي مثلا 2 إكس تربيع ناقص 1، هذا عبارة كله عن أس، وبالتالي هون شو الدومين؟ كمان دومين F هو R، لويش؟ لأنه الأس هون إكس تربيع ناقص 1 هو شو؟ إكسبوننشال، وبالتالي نفس الشيء. طيب F في الإكس يساوي 2 في جذر الإكس، هون صعبناها شوي صح؟ هسا الأس تقدر تعوض أي رقم هون، إحنا اتفقنا إنه الدومين شو؟ كل R، ولكن هون بما إنه صار تحت الجذر راح يختلف الدومين شوي. شو الدومين راح يصير هنا؟ الدومين صار دومين F تقاطع دومين جذر الإكس اللي هو الدومين اللي من فوق يعني. طب دومين F بالعادة إحنا شو بكون عندنا؟ R، ولكن تقاطع من صفر للإنفينيتي، وبالتالي صفت عندنا دومين F كامل هو عبارة من صفر للإنفينيتي، ماشي؟ يعني هون كأنك قاعد بتقول لو عندي F في X يساوي A قوى X، فدومين F هو عبارة عن دومين X، أو على فرضا لو نقول F جيل X مثلا اقتران ثاني هو دومين جيل X، يعني تحت ولا بعطيك أي قيمة، صار الدومين لمين؟ للفوقاني. طبعا احدى اشكاله اسمه f x يساوي e قوى x، وهذا اسمه الاقتران الاسي الطبيعي، هاي حالة طبعا e تساوي تقريبا 2.7، وبالتالي هذا رايحين نوضع مثلا بكثرة. طيب هسا راح تنسأل عن شغلة انت، هسا وقت اقول لك انه f x يساوي 3 قوى x، هسا احنا عرفنا الرين، شو معنى الرين؟ يعني القيم اللي راح تطلع عندي عند التاوي شو راح تكون؟ من صفر للإنفينيتي، صفر طبعا لا تساوي، مش مستحيل تطلع صفر. طب بس لو اقول لك f في الاكس تساوي 1 ناقص 3 اكس، find range of f، find the range، شو بتقول لي؟ سالب 3 3 قوى x اكبر من صفر دائما صح؟ طيب اضرب الطرفين في سالب 1، وبالتالي سالب 3 قوى X راح تصير أقل من صفر، ماشي؟ طبعا بنضيف
واحد للطرفين بتصير واحد ناقص ثلاثة قوة إكس أقل من صفر، عفوا أقل من موجب واحد، وبالتالي الرينج أوف إف من واحد للإنفينيتي راح تصير، من واحد واحد ناقص ثلاثة قوة إكس كلها أقل من واحد، وبالتالي الرينج من سالب إنفينيتي للواحد مفتوحة وليست مغلقة. طبعا بي هسا هون احنا قدرنا نحدد الرينج، تقدر تحدد الرينج ببعض المجالات الثانية مثل كوساين تربيع الإكس، رينجها دائما من صفر إلى واحد، ساين تربيع الإكس رينجها دائما من صفر إلى واحد، تقدر طبعا يكون واحد. طيب ساين إكس وكوساين إكس رينجهم طبعا ثابت، هو من سالب واحد للواحد، من سالب واحد للواحد. يعني مثلا لو قلت لك عندك الاقتران f x يساوي 1 زائد 2 كوساين تربيع الاكس find the range of f، بتقول لي بكل بساطة اول شيء طبعا تيجي على الاشي اللي بتعرفه اللي هو كوساين تربيع الاكس، اكبر او تساوي 0 اقل او تساوي 1 صح، بتضرب الكل ب 2 وبتصفي 0 اكبر او تساوي 2 كوساين تربيع الاكس اقل او تساوي 2 وبتضيف 1 للجميع موجب 1، بالتالي واحد أكبر أو تساوي اثنين كوساين تربيع الإكس طبعا زائد واحد أقل أو تساوي ثلاثة. طبعا شو ما كانت الزاوية لو اثنين إكس لو أربعة طبعا هون الفترة أو الرينج من واحد إلى ثلاثة مغلقات طبعا مش تخربط مثلا أوكي أوكي. طبعا شو ما كانت يعني مثلا إحنا قلنا كوساين تربيع الإكس من صفر للواحد، لو كوساين تربيع الخمسة إكس على ثلاثة كمان من صفر لواحد، يعني ما بيهمنا شو ما داخل الزاوية أوكي. طيب هسه بنيجي للشكل الثاني لهذا الاقتران وهو الإنفرس إله، طبعا يوم يكون عندي F في الإكس يساوي لوغاريتم الأي للإكس. هسه أول شيء بس بدنا نتعلم شغلة، يوم أقول لك اثنين اثنين عفوا اثنين او ثلاثة قوة اثنين شو تساوي؟ تسعة. طيب اذا بدي احولها لصورة اللوغاريتم بتقول لي لوغاريتم التسعة للاساس ثلاث تساوي اثنين، ماشي كل بساطة يعني ثلاثة او عفوا لوغاريتم الثلاثة للتسعة شو تساوي؟ بكل بساطة اثنين صح؟ يعني يوم اجي اقول لك بدي لوغاريتم الثلاثة للإكس، يعني انا كاني قاعد بقول لك او مثلا تساوي اربعة، كاني قاعد بقول لك ثلاثة قوة اربعة تساوي إكس كده تطلع عندك ماشي؟ انا بس هون مشان نعرف منين جت، زي مثلا ثلاثة قوة اربعة تطلع إكس تساوي واحد وثمانين، ثلاثة قوة أربعة تساوي واحد وثمانين. طيب هسا الاقتران الثاني هو f في x تساوي لوغاريتم ال a أو ال x للأساس a، هذا شو يسمى الاقتران اللوغاريتمي. الاقتران اللوغاريتمي طبعا يحددك بمجال دومين، مجال ومدى كمان، دومين f ما بتقدرش تطلع إلا r بلس أو من صفر للإنفينيتي فترة مفتوحة، يعني ما بتقدر تعوض الصفر كمان. رينج هاي هذا الرينج مثلا رينج اف بيقدر يطلع لك من سالب انفينيتي للانفينيتي او ار كاملة ماشي. طيب هون اذا بتلاحظ مقارنة بالاقتران اللي قبليه انه دومين عفوا خليها اف الاكس تساوي مثلا اي قوة اكس جي الاكس تساوي لوغاريتم الاكس للاساس اي على فرض. طيب هسه اذا بتلاحظ دومين اف هو نفسه رينج جي صح، ورينج اف هو نفسه دومين جي طبعا، يعني هسه بنقدر احنا نلاحظ انه اف الاكس تساوي اي قوة اكس، اف الانفرس للاكس تساوي لوغاريتم الاكس للاساس اي، وبالتالي احنا قاعدين ناخذ اقتران ومعكوسه اف الانفرس له تشطل، وبالتالي بدنا نستنتج قاعدة جديدة انه لو كان عندك اف الاكس تساوي عفوا خلينا بس
مش اف لا اف الانفرس للاكس تساوي اكس صح؟ طيب عوض لي اياها، لو على فرض قلنا اف هو ايه صح؟ عوض مكان الاكس لوجارتم من الاي للاكس، لوجارتم من الاي للاكس شوف بده يطلع عندك اخر شيء اكس، ومثلها بس سامعوني، ومثلها لوجارتم من الاي لاي قوة اكس تساوي اكس، وبالتالي هاي راح تساعدك السوين بالاقترانات يوم يقول لك مثلا find the value اجد القيمة. طيب اوكي، طيب هسه بس في بعض القواعد لهذه الاقترانات. لو اقول لك لوغاريتم طبعا سي للاي سي ضرب اي الاثنين جوا اللوغاريتم هي فكتها لوغاريتم السي زائد لوغاريتم الاي، طبعا هاي قواعد يعني مثلا شو مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين هون على فرضا عادي، مثلا يوم اقول لك مثلا مثال القاعده اثنين زائد اكس على ثلاث مش هي نفسها اثنين على ثلاث زائد اثنين على اكس، احنا ليش بنبسط؟ مثلا مشان نوجد طريقه اسهل للحل، هاي القواعد مثلا بدك تعرفها مشان توجد افضل طريقه لها. هون بالضرب مثلا كان بيناتهم ضرب، طيب لوغاريتم السي على اي هي عباره عن لوغاريتم السي ناقص طبعا للاساس اي مثلا دائما نقول او للاساس بي، لوغاريتم السي ناقص لوغاريتم الاي للاساس بي. اوكي طيب قاعده ثالثه لوغاريتم لوغاريتم الاي طبعا للاساس بي قوه ار، هون يوم تكون القوه مرفوعه لداخل الاقتران داخل اللوغاريتم القوه للاقتران اللي داخل اللوغاريتم بتصير ار في لوغاريتم ال A للأساس B. طيب مثلا طبعا قبل شوي قلناها لوغاريتم ال B ل B قوة X شو اتفقناها، أو خليها مثلا ل B قوة C شو بتطلع C، ونفسها B قوة لوغاريتم ال B لل C شو هي عبارة عن C. طيب هسا كمان آخر شغلة لوغاريتم ال B لل B قوة X شو تساوي X صح؟ طيب لوغاريتم البي للبي بدون مثلا اي اس طبعا تساوي واحد، هاي القاعده كمان بدك تهتم لي بيها، طبعا هذول قبل شوي اخذناهم، هاي القاعده بدك تهتم لي بيها انه اذا كان اللوغاريتم الاساس والاس نفسه شو بتكون رافع له واحد، طبعا نفسرها طيب بي هو اكس تساوي بي ايش، طب البي رفعناها لاي اس واعطتنا نفس الناتج شو بتكون الاكس تساوي واحد معروفه طبعا صح. طيب هسه لو اقول لك انه لوغاريتم البي للاكس تساوي كي، اعطيني قيمه اكس لحالها شو بتروح بتقول لي؟ بدي انزل الاثنين للاي عفوا للبي ماشي، وبتصير بي قوه كي تساوي اكس. اوكي بما انه طبعا استفدنا من قاعده الانفرس يا جماعه انفرس قاعده الانفرس، نفس الشيء لو اقول لك بي قوه اكس تساوي كي اعطيني الاكس لحالها، بدي الاكس قيمه الاكس لحالها اعطيني خليها بطرف لحالها، بنزل الاثنين للوغاريتم البي مشان استفيد من هاي القاعده، فبتصفي اكس تساوي لوغاريتم البي للكي. اوكي هاي القواعد طبعا بدك تحفظ لي اياها طبعا هاي كمان الانفرس بدها تنحل. طيب هسه بدنا نحل اشكال على هاي الاقترانات. اول شكل راح يقول لك اياه مثلا طبعا find the value، مثلا السؤال راح يكون لك find the value هسه اول سؤال مثلا راح يجي عليك بهاي الاقترانات مثلا find the value، يوم اقول لك find the value ما بيكون بيها مجاهيل find the value شلون، مثلا لو اقول لك لوغاريتم الاثنين للستاعش طبعا هسه بدك تتذكر كل مواد طبعا هسه بدك تتذكر كل موابك اللي اخذناها قبل شوي بالقواعد. طيب بدك تخلي الاس نفس الاساس وعفوا ما داخل اللوغاريتم بدك تعمل مثلا اس بسط مقام وعفوا رقم مرفوع لاس وتحت كله يشبه الثاني، طبعا ال 16 مضاعفات ل 2 صح مضاعفات ل 2 لوغاريتم ل 2 بدي اخليها 2 قوه قديش؟ 2 قوه 4 وبالتالي الاس هون بتيجي لهون صح اتفقنا، وبتصفي 4 لوغاريتم ل 2 لل 2 شو بتساوي؟ 4. طيب سؤال ثاني
لوغاريتم لاثنين وثلاثين لاثنين قوة أربعين. هسا بدك طبعا بدك تعرف شغلة انه الاساس ما بتغير، انت تقدر تغيرها بس، اوكي؟ يعني 32 ما تقدر تغيرها تروح تقول لي 32 هي عبارة عن 2 قوة 5، لا. طب هسا بدك تعمل 32 هون و 32 هون، شلون؟ 2 قوة 5 بتعرف 32، طب بدك تاخذ قص من هالاساسات صح؟ وبالتالي لوغاريتم ال 32 2 قوة 5 ضرب 8 صح؟ 5 ضرب 8 بتقدر انت تفكها مثلا بكل بساطة صح؟ اعطيني هاي لحالها وارفعها وارفعها القيمه هاي للثمانيه وتساوي لوغاريتم ال 32 ل 32 قوه 8 صح؟ الثمانيه بتيجي لهون وبتصفي 8 لوغاريتم 32 ل 8 وهي نفسها قد ايه؟ 8. اخر مثال مثلا على هاي الحاله لوغاريتم عفوا 2 قوه لوغاريتم الأربعة للأساس 8 عفوا للأساس 9. طيب هسه بدك تعمل هاد يساوي هاد صح؟ اتفقنا انه الأساس اللوغاريتم ما بتغير، بدك توسع الاثنين. شلون بدك توسع الاثنين يا جماعة الخير؟ اثنين بدك تعملها أربعة، إذا شو صارت؟ اثنين أس اثنين. طيب التسعة هي عبارة مربع كامل مش مربع كامل؟ أكيد مربع، عفوا هي عبارة عن إشي ضرب إشي، يعني ثلاثة، يعني مثلا خمسة ضرب خمسة 25، 25 هي ناتج ضرب العدد في نفسه للخمسة. طب هون التسعة للثلاث صح؟ وبالتالي اثنين في لوغاريتم الأربعة للثلاثة قوة اثنين صح؟ الاثنين هاي وين تيجي؟ هون. وبتصير اثنين لوغاريتم الأربعة للثلاث للاثنين صح؟ هذا المضروبات ببعض، أعطيني زي قبل شوي، اثنين قوة اثنين أربعة في لوغاريتم الأربعة للثلاث، هاي كلها واحد وبتصفي ثلاث. مثل ما تعلمنا باقتران الانفرس. هاي اول اسئلة بتيجي على هذا السؤال. طب هسا الاقتران الثاني. هسا احنا اتفقنا انه الاقتران الاسي هو انفرس للوغاريتم واللوغاريتم انفرس للثاني صح؟ طيب هسا لو اقول لك عندك اف الاكس تساوي لوغاريتم الثلاثة، لوغاريتم الاكس ناقص واحد للاساس ثلاثة ناقص خمسة، find اف الانفرس للاكس. اوكي؟ طيب شو بدك تعمل؟ تتذكر يوم قلنا بنفرض f الـ x تساوي y واخر اشي بنخلي x الطرف لحاله، لوغاريتم الثلاثة للـ x ناقص واحد للأساس ثلاثة ناقص خمسة، حاول خلي اللوغاريتم الطرف لحاله، وبالتالي ناقص خمسة بنقولها الطرف الثاني، y زائد خمسة تساوي لوغاريتم الثلاثة للـ x ناقص واحد. بدك تخلص من اللوغاريتم شلون؟ بتنزل الاثنين للأساس ثلاثة مشان تخلص منها، فبتصفي ثلاثة في y زائد خمسة تساوي x ناقص واحد، x تساوي ثلاثة في y زائد خمسة زائد واحد صح؟ أعطيني f الانفرس دل x تساوي ثلاثة في x زائد خمسة الكل زائد واحد ماشي؟ هاي مثلا إحدى الأساليب اللي بتقدر مثلا يجيبوا لك إياها بكل بساطة. طيب هسا نأخذ مثلا لو العكس بتصير نفسها، مثلا f x نأخذ مثال على خمسة قوة x زائد أربعة، find f الانفرس دل x. فبتقول لي بنحطها y، هاي بنخليها y، بنقول 4 عليها y ناقص 4 تساوي 5 قوة x، بننزلها للوغاريتم الأساس 5 وبتصفي x تساوي لوغاريتم الأساس 5 لل y ناقص 4، صفت x لحالها وبالتالي f الانفرس لل x تساوي لوغاريتم الخمس لوغاريتم x ناقص 4 للأساس 5. هسه يوم اقول لك فاين طبعا هسه بنرجع شوي لدومين ورين، تتذكرون يا جماعه؟ طيب هسه لو اقول لك فاين ذا دومين، طبعا فاين ذا دومين اوف اف، اف الاكس تساوي 2 اكس زائد 1 على لين الاكس ناقص 4. طيب صحيح قبل ما ننسى لوغاريتم ال a على فرضا يوم تطلع لي واحد اعرف انها صفر ماشي؟ يعني شو معناها هاي؟ يوم اقول a قوة صفر تساوي واحد، هاي الفكرة بدي اوصل لك اياها. طيب هسه بسط مقام شو بنقول احنا؟ دومين البسط تقاطع دومين مقام ما عدا اصفار المقام صح؟ دومين البسط بولينوميال دومين 2x زائد 1
هي ار صح؟ دومين اللوغاريتم الاكس ناقص 4، شو اتفقنا لازم تكون مداخل اللوغاريتم مود، وبالتالي هي من 4 للانفينيتي وعند الاربعة مغلقة صح؟ عند الاربعة مفتوحة، ولكن هو بدنا نخلي اصفار مقام تساوي صفر، يعني لن الاكس ناقص 4 تساوي صفر صح؟ شلون بدها تساويها صفر؟ جاوبني شلون بدها تساوي صفر؟ يكون مداخل اللوغاريتم فيه يساوي 1، اكس ناقص 4 تساوي 1، وبالتالي اكس تساوي 5 صح؟ وبالتالي دومين اف كامل لو تقاطع كل الفترات تطلع من 4 للانفينيتي مفتوحة ما عدا الخمسة. بتعرف طبعا شو معنى لن؟ اللوغاريتم الاكس للاساس اي، الاي اللي قبل شو قلنا عنه اقتران طبيعي، هو نفسه لوغاريتم الاكس. يوم اقول لك لوغاريتم الاكس بدون اي اساس، هو كان قاعد بقول لك لوغاريتم الاكس للاساس 10. سنأخذ مثلا اعطيني الدومين للاقتران، ها يساوي لوغاريتم الاكس على 8 ناقص اكس. طبعا قبل شوي تعلمنا انه هذا نفسه لوغاريتم الاكس ناقص لوغاريتم 8 ناقص اكس صح؟ شو دومين هذا؟ الاعداد الموجبه صح؟ شو دومين هذا؟ 8 ناقص اكس من سالب انفينيتي لل 8 مفتوحات صح؟ بأي استثناءات يا جماعة؟ بأي استثناءات؟ شو؟ لا هسه بنقاطع هذول فترتين صح؟ طبعا إذا قاطعنا هذول فترتين شو بده يعطيني؟ من صفر للثمانية فقط، طبعا سنتين مفتوحة. هسه بدي أقول لك find a solution. يوم أقول لك find a solution آخر إشي بدي توصل لشو؟ x تساوي رقم هون. طيب find، هذا طبعا الشكل الثاني من الأسئلة، find the solution أجد الحل، يعني أوجد الحل. طب هسه لو أقول لك 2 لوغاريتم 2 للإكس زائد لوغاريتم 2 للإكس ناقص 3 تساوي 2. هسه يوم انت بدك توجد الحل منطقيا لازم تقدر يعني او تصغر قد ما تقدر الحدود ببعض صح؟ وبالتالي هسه هاي قوة 2 وهاي قوة 2، شو بدك تعمل بيها؟ تدمجهم مع بعض بيناتهم اشارة موجب صح؟ وبالتالي مباقيات في الاصل شو؟ مضروبة، ولكن هاي معاملها 1 هاي معاملها 2، شو بدك تعمل بالاثنين؟ ترجعها لاصلها اللي هي لفوق، وبالتالي لوغاريتم الاثنين للاكس تربيع زائد لوغاريتم الاثنين للإكس ناقص 3 كله يساوي شو؟ 2 صح؟ طيب هسا ارجعها زي ما اتفقنا ضرب لوغاريتم 2 للإكس تربيع في إكس ناقص 3 كله يساوي 2 صح؟ طيب اتخلصت من اللوغاريتم شلون؟ بتنزل الأساس 2 مشان تروح، وبالتالي إكس تربيع في إكس ناقص 3 يساوي قديش؟ 4 صح؟ كويس. هسه لو نكمل x تكعيب ناقص 3x ناقص 4 مشان نجيبها لهون تساوي قد ايش؟ صفر. طب شو بيحل هون مثلا؟ طبعا خربطنا عفوا احنا هون، هاي 1 يا جماعه ما بي هون التربيع، استنى هون بتصعب عليك شوي يعني، وبالتالي x تربيع ناقص 3x ناقص 4 تساوي صفر. شو هن الاعداد؟ x ناقص شو؟ x ناقص 4 x زائد 1 تساوي 0 x تساوي 4 x تساوي سالب 1. هون بس توصل لابد انك تتحقق من صحة الحل، طبعا x تساوي 4 و x تساوي سالب 1 اطلع عوضهم فوق بالاقتران الاصلي، x تساوي 4 هون بتزبط صح؟ طب هون بتزبط 4 ناقص 3 بتزبط صح؟ x تساوي سالب 1 هون ما زبطت، لانه طبعا هاي 1 اصلا هون ما ضبطت لويش يا جماعة؟ لأنه هون بكون ما داخل لوغاريتم، وبالتالي هاي القيمة خاطئة، وبالتالي شو السوليوشن؟ x تساوي 4 فقط. طيب هسه لو أقول لك f x أو دون f x هسه لا تفكروا كمان، e قوة x زائد 2 e قوة سالب x تساوي 3. طيب هسه معنى e قوة سالب x
واحد على اي قوة اكس صح؟ هاي المنهى. طب شو بدك تعمل؟ ضبط شكل اكس يقوى زائد 2 على اي قوة اكس تساوي 3. مشان تخلص منها تضرب كل المعادل في اي قوة اكس. شو بتصير؟ اي قوة 2 اكس زائد 2 تساوي 3 اي قوة اكس صح؟ جيبها لهون اي قوة 2 اكس ناقص 3 اي قوة اكس زائد 2 تساوي 0 صح؟ طيب هسه بس مبدئيا بتفرض انه اي قوة اكس تساوي واي مبدئيا بيناتنا هاي يعني ماشي، وبالتالي واي تربيع ناقص 3 واي زائد 2 تساوي 0. فكتها واي ناقص 1 واي ناقص 2 تساوي 0 واي تساوي 1 واي تساوي احنا ما خلصنا اي قوة اكس تساوي 1 اي قوة اكس تساوي 2 ماشي، وبالتالي اكس شو تساوي لوغاريتم الواحد شو يعني 0، اكس شو تساوي لوغاريتم الاثنين او عفوا لين الاثنين الاثنين ماشي او لين هون طبعا ما تغيرنا مثلا ما فرقت كثير هون ما في حق التحقق من الحل لو ايش لان دومين الاكسبوننشال هو ار مفتوحه يعني بالتالي وين ما بدك تتعوض. طيب اخر واحد مثلا فايند ذا سوليوشن كمان بدي اقول لو اقول لك لين الاكس ناقص 2 زائد لين الاثنين اكس زائد ناقص 3 تساوي 2 لين قوة اكس. هسه انا بدور اني اتخلص من اللين صح؟ دقيق بالسؤال معي مليح، وبالتالي اتخلص من اللين بيناتهم الاشارة موجب شو بدي اعمل هنا؟ كان يدربهم ضرب صح؟ وبالتالي لين افتح قوس كبير اكس ناقص 2 في 2 اكس ناقص 3 صح؟ تساوي اذا طلعها لفوق 2 او لين الاكس تربيع صحيح؟ طيب هسه هون شو بعمل؟ بنزل الكل الاساس اي وبالتالي بتروح هاي وبتروح هاي وتصفي اكس ناقص 2 في 2 اكس ناقص 3 كله تساوي اكس تربيع صح؟ فكهن 2 اكس تربيع ناقص 4 اكس صح؟ ناقص 3 اكس زائد 6 تساوي اكس تربيع بتنقلها لهم تشطب واحد يعني هاي مرحلة بتروح اكس تربيع ناقص 7 اكس زائد 6 تساوي 0 اكس تساوي عفوا اكس ناقص 6 اكس ناقص 1 تساوي 0 اكس تساوي 6 اكس تساوي 1. خلصنا بدك تطلع تعوض وين فوق اتفقنا طبعا من زمان اتفقنا زمان انه دومين اللين او اللوغاريتم هو الاعداد الموجبه وبالتالي بدك تطلع تتحقق مش مثل زي ما قبل شوي طلع معانا بالاكسبوننشال. طيب اكس تساوي 6 تعوضها فوق 6 ناقص 2 4 موجبه 2 اكس 2 في 6 12 ناقص 3 موجبه طبعا موجبه ولكن الواحد 1 ناقص 2 سالب وبالتالي على السريع بتلتغى وبالتالي اكس تساوي 6 هي فقط مجموعه الحل. اخر مثلا سؤال في هاي الوحده لوغاريتم الاثنين لا لوغاريتم الثلاث لثلاثة اكس تربيع ناقص 7 كله تساوي 1 اعطيني قيم اكس او فايند ذا سوليوشن. بكل بساطه بدنا نتخلص منهن واحد واحد من برا بنبلش ماشي. طيب بدنا نتخلص من اول شيء لوغاريتم 2 شو بنعمل؟ بننزل الاساس 2 وبتصفي لوغاريتم طبعا هاي مو حابه تروح لوغاريتم الثلاثة للثلاثة اكس تربيع ناقص 7 تساوي 2 قوى 1 2 طبعا صح. طيب هسه بعدنا هاي بننزل الاساس 3 مشان نتخلص من لوغاريتم الثلاثة. طيب بتصير 3 اكس تربيع ناقص 7 تساوي 3 تربيع 9 بنجيب 9 للطرف صار شو بتصفي 3 اكس تربيع ناقص 16 تساوي 0 اوكي. طيب نطلع الثلاثة على المشترك اكس تربيع ناقص 16 على 3 تساوي 0 اكس تربيع طبعا مش عم تفك هاي 4 على جذر 3 x زائد 4 على جذر 3 صحيح يساوي 0 يعني x تساوي 4 على جذر 3 x تساوي سالب 4 على جذر 3. طبعا هون بيها موجب وسالب فكر لي شوي اكيد القيمتين مطلوبات لو ايش لانه اصلا بالتعويض راح يكون بيه تربيع والتربيع راح يلغي موجب وسالب وبالتالي الثنتين مطالبات يعني x تساوي موجب ماينس او سالب 4 على جذر 3 وبالتالي هاي طبعا احنا هيك بنكون خلصنا الوحده والله يعطيكم الف عافيه بهاي الوحده المقدمه طبعا.